ساعة. شكل الامتحان هيبقى عبارة عن إيه؟ شبه المراجعة اللي أنا نزلتها امبارح على الجروب، نفس نمط الأسئلة، نفس شكلها، نفس كل حاجة. فاللي حل المراجعة بتاعت امبارح هي يعني شبهها، نفس نمط الأسئلة بالملي اللي هيجيلكم في الامتحان. الموضوع مش صعب، بس الموضوع هيبقى طويل شوية، فمحتاج إيه؟ ما ينفعش حد يهزر، ما ينفعش حد يضحك، ما حدش يفتح يعني ايه يفتح كلام مع اي حد، زميل او اي حاجة. هتبقى ان شاء الله كل واحد مع نفسه في ورقته فقط، ما حدش يضيع وقت، اللي هيضيع وقت خلاص كده هيضيع. خلاص هنبدأ الاول. تمام. اول حاجة في المراجعة اللي انا كنت منزلها امبارح، مفيش ولا شاب منكم يبعت لي، يعني كل اللي بعت لي ما شاء الله بنات، مفيش ولد فيكم يبعت؟ يعني ايه الموضوع مش غريب شوية؟ الناس انا كنت بره البيت امبارح ما عرفتش احل حاجه، تمام رجعت بالعافيه. ماشي يا محمد، هنمشي سؤال سؤال طبعا، ماشي وبالدور. بعد ما اللي هيحل السؤال يخلصه، لو حد مش فاهم، لو حد مش فاهم الكلام واضح، لو حد مش فاهم يقول لي عادي، تمام؟ عشان الأسئلة كتيرة ونقدر ايه نشرح اكبر قدر ممكن، هنشرح كل حاجة، هنغطي المنهج كله. نبتدي بسم الله. اول سؤال سمية، كان قايل لي ايه؟ اكس عاوز قيمة اكس في أنا مش صغيرة، يا مس، هي المراجعة دي صفحة كام؟ أنا حاجات منزلها على الجروب المعلومات. امبارح. أيوه يا سمية يلا حلي، عايزة قيمة إكس. كله يقفل ماشي المايك، ماشي ماشي محدش يفتح المايك غير اللي بيحل فقط. تمام أنا هكتب السؤال عشان لو حد مش معاه ولا كده، أنا هكتب السؤال، فالكل بقى يبقى مركز معايا. يلا يا سمية، قيمة إكس هتجيبها إزاي؟ هضرب 35، قصدي 45 في 30 هتطلع تمام ب 1350، وهقسمها على ال 15 هتطلع ب 90. شكرا، اعيد. تمام نخش على اللي بعده. يلا يا سارة تمام، اللي هي كانت 18 على 24. اكتبها اهو، تمام. هتتحل ازاي يا سارة؟ حضرة 3 في 24 وعلى 18 زائد 1، بس هتطلع ب 5. 16 زائد 1. لا لا، 3 في 24 على 18 بيساوي هيساوي ايه الكلام 4. ده كله؟ بيساوي ايه 4 الكلام؟ بيساوي الكلام ده ايه ناقص 1، خليها اكس عشان ما تتلخبطوش، اكس ناقص 1. فاحنا اول حاجة نعملها ايه؟ نقول الاكس ناقص 1 بتساوي، وبعدين نضرب مقص، يبقى 3 في 24 على ال 18، صح يا ساره؟ ماشي، خلصي لي ده. 3 في 24 على 18 بكام يا ساره؟ باربعة. ب 4. طيب يعني اذا انا عندي دلوقتي اكس ناقص 1 بيساوي 4، يبقى الاكس قيمتها بكام؟ نودي سالب 1 الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى الاكس بكام؟ خمس. تمام، عيد. الحتة الأخيرة ماشي، هو بيقول اكس ناقص 1 اللي هو دي المقدار ده بيساوي ايه؟ بيساوي 4. ال4 دي جت منين؟ ضربنا طرفين في وسطين، 3 في 24 وقسمناها على ال 18 فطلعت ب 4. طيب بعد كده اكس ناقص 1 بيساوي 4، يبقى الاكس بتساوي ايه؟ هنودي الناقص 1 الناحية التانية بإشارة مخالفة، يبقى 4 زائد 1 ب 5. ماشي يا شكرا. محمد؟ أديكم مثال تاني عليها؟ أنا يا فهمتها ريت. عامة. بس ما أنا مش ليكن فاهم، بس هو احنا بنقلب وبدأنا الأدوار. يا ريت تعيد المسألة. ماشي، 3 على الأربعة بيساوي 9 على
دي بتتحل ازاي يا شباب؟ ببساطة بتتحل ازاي؟ فين الطرف المجهول؟ الطرف المجهول اهو الاكس زائد 10، فينزل يبقى اكس زائد 10 بيساوي، اضرب بعد كده طرفين في وسطين، يعني هقول 9 في 4 على الثلاثة، يبقى 9 في 4 على الثلاثة. طب 9 في 4 على الثلاثة بكام؟ 9 في 4 ب 36، على الثلاثة تبقى ب 12. كمل يا يوسف. بس انا عندي سؤال اول، بس انا عندي طريقة تانية. احتفظ بها لنفسك دلوقتي، انا بثبت ماشي طريقه معينه لزمايلك عشان ما حدش يتلخبط في كذا طريقه لحل المساله دي، ما دام الناتج طلع صح يبقى تمام، يبقى طريقتك صح. ماشي. طيب هنا بقى اكس زائد 10 اللي هي دي بتساوي كام؟ بتساوي ال 12. طيب عشان اجيب اكس يعني اكس كام زائد ال 10 هيساوي ال 12، فهنودي الزائد 10 اثنين. الناحيه الثانيه باشاره مخالفه تبقى ناقص 10، يبقى 12 ناقص 10 ب 2، يبقى اثنين الاكس ب 2. اتفهمت؟ فاهمة انت بس. ماشي. ايوه يعني المسألة اللي قبلها مثل الناتج بتاعها أربعة. ب 5، ب 4 ولا ب 5؟ مش فاكرة كام يا ستة؟ لا بخمسة يا مس. ب 5. تمام؟ مس نعم. وممكن حب السؤال اللي بعديه في حاجة أنا مش فاهمها فيه. اللي هو المقياس أيوة هنشرح، هنشرح تمام. الدور على يوسف. ماشي. بيقول إيه إذا كان الطول، الطول في الرسم 7 مليمتر والطول الحقيقي ب 70 متر، طيب عايز ايه؟ عاوز مقياس الرسم. القانون بتاع مقياس الرسم بيساوي ايه يا يوسف؟ نعرف الطول. القانون بتاع مقياس الرسم أول بيساوي ايه؟ حاجة هنخلي 70 متر مليمتر. والله بس انا عاوزة قانون مقياس الرسم بيساوي ايه؟ القانون اللي هو ده يا مس اللي هو الحقيقي إلى الصوت. الحقيقي. ما ذاكرتش رياضة ليه يا يوسف؟ مش والله يا مس الطول اللي في الرسم، اللي هو مثلا لو كان واحد إلى اللي في هنا بره، اللي هو مش الحقيقي هتجيبه ازاي يا بره. يوسف؟ هتجيبه ازاي يا يوسف؟ مش مو أول حاجة عشان نجيبه مش هنحاول 70 متر مليمتر. يا ابني انا بسألك قانون تقول لي اجابة قانون ايه؟ القانون بتاع مقياس الرسم بيساوي ايه على ايه؟ الطول في ايه على الطول في ايه؟ ما بتذاكرش يا يوسف. والله بذاكر يعني، انا مش فاهم سؤال حضرتك والله. القانون بتاع مقياس الرسم بيساوي ها الطول في ايه الطول في على الطول ها في الرسم على الطول الحقيقي. ده الذاكرة خدمتك، الذاكرة بتجاوب من الذاكرة. لا والله يا مس، انا قلت في الاول كده برضه يا مس، قلت لا لا انت قلت طول، لا انت عجزت. المهم بصوا يا جماعة، مقياس الرسم بيساوي ايه؟ الطول في الرسم على الطول الحقيقي. طيب عشان نقسم حاجة على حاجة يبقى هما الاتنين لازم يبقوا نفس التمييز، يعني هما الاتنين يا اما سنتي يا اما هما الاتنين متر يا اما هما الاتنين مليمتر. طيب أنا عندي الطول في الرسم بكم يا يوسف؟ إنجز يا يوسف، نعم. الطول في الرسم كام؟ الطول في الرسم 7 مليمتر، الطول في الحياة 70 متر. ماشي. هتقسمهم هما الاتنين على بعض ولا هتحول؟ هحول 70 متر إلى مليمتر. ماشي. خليك بقى معايا يا يوسف من الأول خالص، المتر في كام سنتي؟ ليه 100 سنتي؟ المتر فيه 100 سنتي، طيب والسنتي
في كام ملي متر؟ 10. انت بتسألني امتحانك كمان نص ساعة طيب لا، وبتسألني 10 10 10 مش 10. طيب لو قلت بقى من المتر للملي متر، لا صح، ألف ألف المتر في كام ملي متر؟ ألف ألف. ألف، جبت اتنين. يعني هناخد 70 ونضيف عليها 3 أصفار هتبقى 70 ألف. ماشي ماشي. ليه؟ لأن المتر فيه 100 سنتي والسنتي فيه 10 ملي متر، يبقى 10 في 100 ب 1000. تمام يا يوسف؟ تمام. ماشي. فكرنا كده، الكيلو متر فيه كام متر؟ الكيلومتر في كم متر؟ اه ألف. ألف. 1000. اي الكيلومتر في 1000 متر. ماشي، اي كيلو، اي كيلو ب 1000. ماشي، كيلومتر في 1000 متر، كيلو جرام في في 1000 جرام. ماشي. طيب اصعبها عليك شويه. لا يا نهار، طب بص يا يوسف، لو انا عندي من المتر للملي متر اضرب ولا اقسم؟ من الكبير للصغير اضرب ولا اقسم؟ أضرب. اضرب. ومن الصغير للكبير اضرب ولا اقسم؟ تمام أقسم. تمام ماشي. هتحول لي 70 متر لسبعة ملي متر؟ 70 متر إلى 7 مليمتر، قلت 70 ألف. ماشي، يبقى بيساوي 7 على 70 اللي هي المتر. طيب وبعدين من المتر للسنتي هنزود صفرين، طب والسنتي للملي متر هنزود صفر كمان، يبقى 70 ألف. تمام. طبعا في اختصار، على السبعة فيها الواحد، على السبعة هيبقى فيها 10 تلاف، يبقى 1 على 10 تلاف. وممكن نكتبها طبعا بيساوي 1، بس الواحد هتبقى في الشمال كده، 1 إلى 10 تلاف. متفقين؟ سامع؟ يعني مثل على الاختلاف اللي طلعت، هتبقى بالملي متر ولا هتبقى بالايه؟ لا، المقياس ده ملهاش تمييز، المقياس رزق، المقياس نسبة، دي بالمليمتر، واحنا خلاص خلينا تحت مليمتر، فمليمتر هتروح مع المليمتر. بالسلامة. مثلا الناتج ما يعني ملوش واحدة، ملوش أي حاجة، هو الناتج زي ما هو. ايوه، الكلام ده تبقى ليه وحدة امتى؟ لو انا عاوز الطول في الرسم او الطول الحقيقي. خلاص، يهمني في تمام. مقياس الرسم يبقى لازم موحدين الوحدة، يعني شوف الصغير ايه ويبقى على اساسه، لو الصغير سنتي يبقى نحول الكبير للسنتي، لو الصغير ملي متر نحول الكبير للملي متر، وهكذا. خلاص سما، ردي عليا. تمام كده ولا في حاجة تانية واقفة معاكي؟ تمام يا ماشي، استاذ، كنت عليك سؤال. هو اتفضل. الطول الحقيقي هو اللي بنغيره؟ اه، عشان بيبقى الكبير، فاحنا عادة عشان نسهل على نفسنا بنحول الكبير لصغير، لان الكبير بيضرب الصغير، الكبير نضربه. لكن لو انت عاوزة تحولي الصغير للكبير، هي سهل، يعني هي صح مش غلط، بس هتبقى بايخة عليكي. القسمة بايخة، خلينا في الضرب اسهل. اتفقنا؟ فأنا ماشي حبيبتي. في حد عنده سؤال؟ مس نعم، ممكن حضرتك تعدي المسألة دي تاني؟ كلها من أول اللي هي 7 على 70 ألف. طالب مقياس الرسم. قانون مقياس الرسم ايه؟ الطول في الرسم على الطول الحقيقي. ماشي. طيب عشان نقسم حاجة على حاجة، يبقى لازم هما الاتنين يبقوا نفس الوحدة، يا إما متر على متر، كيلومتر على كيلومتر، سنتي على سنتي، مليمتر على المليمتر. طيب هنا جايب لي الطول في الرسم 7 مليمتر، يعني دي ايه؟ الوحدة الصغيرة، المليمتر صغير. طيب والطول الحقيقي 70 متر. اوبا نسيتها، 70 متر. طيب عشان لازم يكون احول وقت الحمام. ايه؟ انا اسف على الازعاج، قصدي اسف على المقاطعه. ممكن اروح الحمام وجه. بسرعة بسرعة. طيب عشان نحول او اقسم، اعرف اقسم، يبقى لازم هما الاثنين في نفس الايه؟ الوحدة. فاحنا نخليها الوحدة الصغيرة، يعني ده اتفاق، نخليها الوحدة الصغيرة. طب من الصغير المليمتر
ولا المتر؟ المليمتر. تمام؟ طيب عشان بقى احول المتر لمليمتر، في كام المتر في كام مليمتر يا مريم؟ ألف. تمام، تقومي ضربة السبعين دي في ألف، يبقى هنحط الطول في الرسم اللي هو السبعة على الطول الحقيقي سبعين، وبعدين الألف، واحد اتنين تلاتة، وبعدين لو في اختصارات نختصرها. هنا البسط والمقام يقبل القسمة على السبعة، هتقسمي دي على السبعة، سبعة على السبعة فيها الواحد، والسبعين ألف على السبعة هتبقى 10 تلاف. تمام، تمام. نخش على اللي بعده. بس أنا عايزة أجاوب، عايزة ايه؟ عايزة أجاوب. ماشي، الدور هيجي عليك ما تقلقيش، كل هيجاوب. الدور دلوقتي على ماشي. الماس. ماشي، طيب هنا بيقول ايه؟ جايب لنا مجموعة 9 و3 اكس بتساوي 12 و9. يلا الماس. أيوة يا مس، معاكي. طيب دلوقتي دول مجموعتين متساويتين. طيب ما دام تمام. المجموعتين متساويتين، يعني العناصر اللي جوه كل مجموعة متساوية، يعني هنا هتتحل ازاي الماس؟ طيب انا حليت الطريقة، هقولها لو تنفع معاكي. قولي. إيه، 9 هنا نفس 9 التانية هنسيبها. إيه، 3 شكرا. اكس 12 بالضرب في كام؟ بالضرب في 4، فالاكس ب 4، صح كده؟ صح الصح. يبقى 3 اكس بتساوي 12، هنقسم هنا على الثلاثة عشان نتخلص من الثلاثة دي، ونقسم هنا على الثلاثة تبقى الاكس بتساوي 4. مفهومة؟ تمام. نخش على اللي بعدها. بيقول ايه؟ ثواني، هو انتوا فين بقى؟ انا كنت في الحمام. احنا في رقم 4 في المجموعتين رقم 4. المتساويتين. طب ممكن امس عيدها تاني؟ مش ممكن طب مش بسرعة موجود. بقى، والكل يركز معايا ويشد. يلا دلوقتي دول مجموعتين متساويتين. تمام. طيب يعني ايه؟ يعني العناصر اللي جوه دي هي العناصر اللي جوه دي. طيب هنا في 9 وهنا في 9، يروحوا مع بعض، هيتبقى لنا مين؟ هيتبقى لنا ال 12 بيساوي ال 3 اكس. يبقى الاكس بكام؟ الاكس بكام؟ سؤال مني مس، ده ثواني اللي كان مس، في الحمام. ها، ايه يبقى اكس الاكس باربعة؟ اكس باربعة ماشي، يبقى الاكس ب 4. تمام. لو سمحت بس، ممكن تعالي المسألة لأن الزوم خرجني بس أدخل. دول مجموعتين تمام. متساويتين، يعني ايه؟ يعني العناصر اللي هنا هي العناصر اللي هنا. خلاص. طيب هنا التسعة وهنا التسعة بالسلامة. طيب انا عاوزة قيمة الاكس، يبقى قيمة الاكس هتساوي ايه؟ يعني اكيد العنصر اللي هنا هو العنصر اللي هنا، يعني ال 12 بيساوي 3 اكس. يبقى الاكس بتساوي كام يا محمد؟ أربعة. ماشي خلاص يا جماعة، يلا اللي بعده عشان نلحق نغطي كل الأسئلة. قسم مبلغ 200 جنيه بين شخصين بنسبة 1 إلى 3، فما نصيب الأكبر؟ ها، مين؟ سما. آمين. يلا حبيبتي، هتتحل ازاي هنعمل دي؟ واحد على 3 و200 على اكس. طب احنا مش اتفقنا ان احنا بنحل بموضوع قيمة الجزء؟ فبنقول مثلا الأول، سلام، نخلي بالأسرة، الأول بس صح، إلى، انا افتكرت الحل. ها طب يلا قولي. اول حاجة هنجمع الواحد والتلاتة وتساوي 4، ماشي، وبعدين يعني اكتب تحت الأول إيه؟ اكتب هنا، اكتب تحت الأول إيه؟ الأول واحد والتاني والتاني 3 والمجموع.
4. ماشي. وبعدين المبلغ ده ميتين الأولاني ده هنحطه فين؟ تحت الأول. تحت الأول؟ ما هو ده المبلغ الإجمالي المجموع، يبقى هنحطه تحت مين؟ المجموع اللي الميتين أهو، تمام. وبعد كده هنقسمه على 4 وفيها 50. ماشي، يبقى قيمة الجزء، قيمة الجزء بيساوي 200 على الأربعة بخمسين. أنت كده جبت بخمس ثواني، أنت كده جبت إيه؟ قيمة الجزء الواحد. طب هو طالب نصيب الأكبر، مين الأكبر؟ ثلاثة، التلاتة، يبقى نصيب الأكبر كنا هتعملي إيه؟ هنضرب 3 في 50 ب 150. شاطر. طيب لو كان عاوز نصيب الأصغر بقى ب 50. بخمسين، الكل فاهم ديت؟ مسألة دي مهمة. ايوه ماشي. هي مثلا عشان نتأكد اسأل المسألة كانت صح ولا لأ، هنجمع 150 زائد 50 هتساوي 200، يبقى كده صح. شطورة وأمورة وعسلة وسكرة، شطورة. خش بقى اللي بعدها. عمر حضر حالك، تعالى بقى نشوف موضوع وفاء وعبير اللي كل ما يخشوا في مشروع يخسروه. اشتركت وفاء. ثواني بس، اشتركت. ايوه، يلا امسك. وفاء وعبير في مشروع، وفاء دفعت كام؟ استنى هما نكتب على طول الأرقام. وفاء، الله يسامحك يا وفاء، 20,000. وعبير بكام؟ 15,000. ألف طيب دخلوا المشروع وخسروه، نسبة الخسارة أو المكسب، خدوا بالكم ده خسارة أو مكسب، ها؟ الخسارة كام؟ 10,000. ها؟ وبعدين هنعمل إيه؟ أول حاجة يا مس هنجيب ثواني، الاسم عمر، الأولاني. ثواني بس لما نشوف الدور، عمر اللي بيتكلم صح؟ صح، يلا يا عمر هتقول لي ايه؟ امليني. هنجيب وفاء ونحط تحتها 20,000، ونحط عليه ونحط جنب وفاء نقطتين وجنب 20,000 نقطتين، ماشي. وبعديها عبير 15,000 جنبها نقطتين، وبعديها مس هنجيب هنختصر، هنشيل الاصفار كلها، هتبقى 20، وفاء 20 وعبير 15. تمام. وبعدين يا عمر، من هو قايل مكسب ولا خسارة؟ لسه جاي يقرأ المسألة دلوقتي. تمام ماشي يا عمر. ها هي خسارة، تمام، فهنعمل بقى اكتب كلمة خسارة. هنجمع يا ميس ال 20 و15 هيدينا 35 عمر على احنا متفقين، احنا مش متفقين نختصرها لحد ما نوصل لاعداد أولية، فيها ايوه اختصار ولا ما فيهاش؟ في اختصار، هنقسم على يلا الخمسة، هتبقى كام 20 على لكام؟ الخمسة فيها 20 على الخمسة فيها الأربعة، و15 على الخمسة فيها الثلاثة. تمام. ها، هتجيب لي بقى المجموع او الخسارة ايا كان. ها، بعد كده بتعمل ايه؟ هو نقسم يا مثل احنا هنجمع بقى انا عاوز الأربعة تنتج جزء والتلاتة، بالظبط كام. 4 و3 7. تمام، نزل ايدك يا محمد مجدي، كله ينزل ايده، ما حدش يرفع ايده، هو الاجابات بالدور. على فكره يا تمام، محمد يا مجدي بعد عمر، يلا يلا يا عمر، بعد السبعه هنعمل ايه؟ ونجيب مثل المبلغ الخسارة هنحطه فين؟ هنقسمه على 7، 10,000 على 7 فيها ال ها، هنمسح الجزء الفوقاني بس عشان ايه نوسع. ماشي. انا بقى دلوقتي عايزه اسمها ايه؟ قيمه الجزء.
اللي هي 10,000 على 7. الحتة دي لخبطت كتير فيكم. ها هي اسمتها هتبقى رقم بايخ شوية، هتبقى بكام يا عمر؟ ثواني يا مس، 10,000 على 7 هيديني يا مس. ايه ده؟ كام قول؟ لحظة مس، اخلص يا عمر. ماشي، الناتج يا مس طويل جدا. هنعتبره 1400. هو بونص. قايل 1,428 خليها بوينت، عليه نص. كتير. ماشي، خليها ونص، يبقى ده قيمة الجزء الواحد. ماشي، طيب نصيب وفاء هيبقى بإيه؟ يبقى مس هنضرب النص اللي الناتج اللي طلع اللي هو ماشي، في كام؟ ماشي، هنضرب الناتج اللي طلع فيه في وفاء، هتبقى فين نسبة وفاء؟ وفاء اهي. يلا يا محمد. ها لا اسمح لي، وفاء 4. وفاء 4 يعني هنضرب 4 في الرقم ده واللي يطلع. تمام، عايزة نصيب عبير. وعبير الرقم اللي احنا طلعناه في 3. تمام، كل فاهمها؟ انا فاهم يا مس. طب يا مس، ايوه على يا مس، نفسك انا هيبقى جبت كام؟ الارقام. بس بالنسبه يا مس مس انا جبت للوضع الارقام الرقم اللي هو القصور كتير ديت، احنا استبعدنا القصور. بالظبط. ايه تبعدنا يا محمد؟ مس انا جبت القصور، الكسور. القصور استبعدنا القصور. قصدك في ايه؟ في النسبه بتاعت وفاء العبير ساعه ما ضيعنا الاصفار. لا يا مس، هو ثواني، هو لما قسم ال7,000 على 10,000 طلعت قصور كتير. يا عم لا، سيبك من ديت. دوت كان يعني انا حاطه السؤال باستعجال، فما ظبطتش كام على كام. انا اللي يهمني ايه طريقه حل المساله. تمام. يا مس انا جبت يعني يا مس الناتجين. الناتج يا مس هيبقى كام؟ انا جبتهم. لا ماشي، بالله، هيبقى 1,428 ونص في 4، ده نصيب وفاء، وعبير 1,428 ونص في 3، وتطلع زي ما تطلع. اللي يهمني ايه طريقة حل المسألة. فهمته؟ مش واحنا في الامتحان هنحل بالخطوات اه، امال اكيد. يعني هتبص على البتاع هتجيب الناتج؟ ما هو لازم يا بالخطوات. مس في محتاج الباقي يا الموضوع كده مس يبقى في صعب. الباقي ما حليناش بالخطوات يا مس عشان الوقت. تقول ايه؟ بس هو المشكلة بس ان يبقى الامتحانات الوقت ساعة، فيبقى الوقت قصير. لا، ان شاء الله ربنا بالله هيبقى لك عليك، الوقت. لو انت عارف الخطوات هتحلها على طول. خلاص، بالظبط تاني هنشرح المسألة دي تاني. كله يقفل المايكات، يلا ما حلش. ما تصبر يا محمد. حاضر. دلوقتي المسألة وفاء الى عبير الى الخسارة. طيب وفاء بكام؟ 20,000، وعبير كام؟ 15,000. طيب هنشتغل والأرقام دي كده اهو؟ لا، لازم نختصرها. نختصرها لأعداد بسيطة، أعداد أولية. أول حاجة 3 أصفار هيروح مع 3 أصفار، هيتبقى لنا مين؟ 20 إلى 15، فيها اختصار أو فيها اختصار على الخمسة. يبقى على الخمسة 20 على الخمسة بأربعة، وال 15 على الخمسة بتلاتة. طيب مجموع الأجزاء دي كام؟ مجموعها 7. طيب هحط تحتها نسبة الخسارة وليكن 10,000 جنيه. تمام؟ طيب لما أجي أقسم ال 10,000 على 7 دي هجيب قيمة الجزء الواحد. بعد ما أجيب قيمة الجزء الواحد، لو عاوز نصيب وفاء يبقى 4 في قيمة الجزء ده، عاوز نصيب عبير يبقى 3 في قيمة الجزء ده. الكل فاهم؟ ايوه يا مس. أعيد؟ هي اصلا المشكله كانت في ان هي ما لا يا عدتش مس، في الناتج. المشكله ما أنا كانتش. فاهمة، أنا فاهمة. ماشي، في الامتحان هيجيلكوا أرقام حلوة يعني، ما تقلقوش. يلا نخش بقى على اللي بعده، شكل فين. بسم الله. استنى ما ارسمها لك يا محمد عشان ايه تبقى واضحه قدامك وقدام زمايلك. يا رب. سلسلسل.
يا حلاوة. لا 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 محمد، حاضر ده اكس ده واي، تمام، اكس واي زد. طيب العناصر بقى هنا في اتنين، هنا في واحد، هنا في أربعة، هنا في خمسة، هنا في تلاتة. طيب استنى، الاتنين دي شكلها مش عاجبني، نعملها بصورة أوضح. أول حاجة كده أنا عاوز إكس، المجموعة إكس عناصرها إيه؟ واي وزد. مجموعة إكس عناصرها 2 و5، مجموعة واي عناصرها 3. استنى استنى استنى، هو مين ده الاتنين وخمسة وسكت؟ هي مش الزد جوه الاكس، تمام يبقى دي من ضمن عناصر الاكس برضو، تمام تمام يبقى عناصر بقى الاكس إكس ايه؟ 2 و5 و1 و4. اه يعني الاكس المنظر ده كله. تمام خلاص الكل معايا، خلاص يبقى اتنين. وعناصر الواي هتكون 3 و5 و4. اصبر بقى، واحدة واحدة بقى، اتنين وخمسة واربعة وواحد، دي الاكس. الواي تمام ايه؟ قول يا انا محمد بتكلم كام؟ على الواي من 3 و5 و4 مثلا. تلاتة وخمسة واربعة. خدتوا بالكو زميلكو قال ايه؟ استنى كده، محاول ايه؟ ده استنى ورا ما السؤال. اغير لون. ما تصبر يا ابني، دي الواي. خلاص دي الواي، حدود الواي اهي، التلاتة والخمسة والأربعة، مفهومة؟ طيب مفهوم. الإكس إيه تاني؟ الإكس عناصرها دي، حد يقول لي أنا ليه خدنا الواحد والأربعة؟ أقول لك والله المجموعة زد كلها أهي في قلب الإكس أهو، يبقى الإكس عناصرها اتنين والخمسة والأربعة والواحد، تمام؟ تمام والزد بقى عناصرها ايه؟ الأربعة والواحد ماشي، الواحد والاربعة، تمام لحد هنا. طيب اول جميل. ده كده جبنا اول مطلوب. طيب عاوز ايه؟ عاوز الاكس تقاطع الواي، هيبقى بقى محمد عفوا الاكس تقاطع الواي، شلون الاكس ال والواي بيتقاطعوا في ايه؟ 5 و3. خمسة وثلاثة. ايوه امس طب مش احنا ادي الاكس وادي الواي، مش بيتقطع في الحتة دي؟ ايوه طيب يبقى دي عناصرها ايه بقى؟ الخمسة والأربعة، الخمسة والأربعة. خمسة ولا أربعة؟ بلاش حول وحيات، بص بالله عليك، حاضر يبقى أربعة وخمسة. يلا اللي بعده، عاوز ايه؟ عاوز الواي اتحاد الزد، الواي اتحاد زد. الواي اتحاد زد. اه 3 3 اتحاد، ولا 4؟ الاتحاد ده، الاتحاد ده محمد بناخد كل العناصر بدون تكرار. طيب الواي والزد فين الواي؟ ماشي يا سار، الواي اهي، والزد فين اهي، يبقى ايه العناصر يا محمد؟ 3 و4 تلاتة وواحد وأربعة؟ وخمسة. أيوة فوق معايا، يبقى التلاتة والخمسة والأربعة والواحد، أربع عناصر، الواحد والأربعة والخمسة والتلاتة، تمام كل فاهمني؟ ايوه بس طيب احنا كده جبنا التقاطع والاتحاد من الرسمة صح؟ طيب مش احنا تمام عندنا الارقام بتاعت المجموعات، يعني الاكس عناصرها 2 و5 و4، احنا كاتبينها اهو. استنى ما اغير لكم بس لون القلم عشان يبقى في فرق، ادي الاكس وادي الواي وادي الزد. طيب مين؟ محمد حمادة.
محمد حمادة معايا؟ طب يارا معايا؟ Thank you, miss. ماشي. بصي يا يارا، دلوقتي من العناصر بتاعت المجموعات، لو قلت لك اكس تقاطع الواي يعني ايه؟ يعني عناصر الاكس هي قدامك 2 و5 و4 و1، والواي عناصرها 3 وال5 وال4. لو قلت الاكس تقاطع الواي يعني ايه العناصر اللي مشتركه في الاكس وفي الواي؟ هتبقى ايه يا يارا؟ الأربعة والخمسة. الاربعه اهي والخمسه، هي نفس اللي جبناها هو من الرسمه صح؟ ماشي. طيب والواي اتحاد الزد. واي اتحاد الزيت؟ اه مفيش حاجة. الواي اهي، الواي عناصرها 3 و5 و4، والزد عناصرها الواحد والاربعه، يبقى يبقى لما نعمل هتبقى ايه؟ أربعة. الاتحاد مش التقاطع، انا عاوزه الاتحاد. الاتحاد يعني تجمعي لي كل العناصر بس ما تقرريش ولا عنصر. ماشي، هتبقى ايه يا يارا؟ يعني أجمعهم، أجمع الأرقام، مش يعني تحطيهم جنب بعض جوه قوس مجموعه. يعني 3 و5، 3 و5 وواحد وأربعة، وأربعة بالظبط واحدة كده، بس، بتحط أربعة مرتين. بالظبط كده، تمام؟ مفهومه؟ هو ماشي. وانت بتذاكري يا يارا في حاجه وقفت معاكي؟ ماشي، خليكي معايا برضو اما اسالك في سؤال في نسأل هندسه. بصراحة ولا لأ؟ قولي بصراحه. طبعا، امال ايه؟ نس أنا أصلا أحضر الامتحان، لأن أنا مس كنا بنسافر من يومين، فاللي هو قاعدين بقى، كنا ساعتها قاعدين بقى مجهز حاجة الشنط السفر، مجهز الحاجات دي، ما كنتش فاضية خالص. طب وبعدين يا يارا هنعمل ايه؟ أنا مش هحضر الامتحان أصلا يا مس، ما حضرتش بقية الامتحانات. لا احضري احضري حصه النهارده، فهمتيها؟ امتى؟ طيب احضري الامتحان، اتفقنا؟ إن شاء الله. ماشي، احضريه وهتحلي، ما تقلقيش. تعالي ايه، اخدك برضو معايا في الهندسه. بص يا شباب، بالنسبه للهندسه هي حاجه من الاتنين اللي هجيبها، بس هو في حاجات تانية. زي ايه مثلا؟ الزاويه القائمه. دي الزاويه القائمه دي كام؟ ب 90 درجه، تمام. طيب لو انا طلعت من هنا شعاع وقلت مثلا وليكن ده ب 40، وعاوز قيمه الزاويه دي هجيبها ازاي؟ فبقول عشان اجيب قيمه الزاويه دي تبقى 90 ناقص 40، هتطلع ب 50، يبقى دي قيمتها ب 50 درجه، اتفقنا؟ طيب لو سمحت بس هشرب ثانية وجاي. ما تخلص يا محمد. دي ب 30 ودي ب 40، وعاوز دي هجيبها ازاي؟ هقول له والله دي اصلا كلها ب 90، يبقى 90 ناقص 30 زائد 40. طيب 30 زائد 40 دي بكام؟ ب 70، يبقى 90 ناقص 70 بيساوي 20. الكل فاهم ولا انا بكلم نفسي؟ أيوة يا مس، أنا ميت. ماشي. طيب نيجي بقى للزاوية المستقيمة، دي كلها بكام؟ ب 180 درجة، خلاص. طيب لو قلنا طلعنا شعاع كده وقلنا ان الزاوية دي قياسها وليكن 60 درجة، دي ب 60، يبقى دي بكام؟ عشان اجيب قيمة الزاوية دي اقول 180 ناقص 60 بيساوي كام؟ هتطلع لي ب 120 درجة، تمام؟ طيب ماشي، ما هو مش معنى 180. عشان دي زاوية مستقيمة، الزاوية المستقيمة بتبقى 180 درجة، قياسها 180 درجة، تمام؟ طب يا مس، هو نعم. اللي هي 360 بتبقى عاملة ازاي؟ عشان انا بتلخبط ما بين 180 و 360. 360 دي اللي هي مجموع الزوايا حول نقطة واحدة، يعني إيه؟ آدي النقطة اهي الحلوة الجميلة الأمورة.
ماشي، لو قلنا قياس الزاوية دي بمية درجة، طيب يبقى الجزء ده كله بقى بكام؟ اهو الزاوية اهي حوالين نقطة واحدة، فهتبقى 360 ناقص المية، هيديني كام؟ 260 بنستين. درجة. يبقى الحتة دي كلها ب 260 درجة، اتفقنا؟ تمام، يعني اللي هي لو لفة حواليها كلها كده تبقى ب 360. تمام. مجموع الزوايا حول نقطة واحدة 360 درجة. ماشي، نرجع تاني للمستقيم. لو قلنا دي ب 60 ودي بالمنظر ده، المنظر ده يعني بكام؟ 90. 90. طيب انا عاوزة الزاوية دي، هجيبها ازاي؟ بقول والله دي زاوية مستقيمة، دي كلها دي زاوية مستقيمة ب 180، يبقى 180 ناقص، افتح قوس، اجيب بقى فيها في ايه القوس ده؟ مجموع الزوايا اللي عندي، يعني 60 زائد 90. طب 60 زائد 90 بكام؟ ب 100، ب 150. طيب 180 ناقص 150 هيديني 30 درجة. الكل فاهم؟ ماشي ايوه يا مس، ماشي. فهمتي يا يارا؟ نعم. طيب لو انا عاوزه الزاويه دي قلت لك دي اهو، هتعملي ايه؟ تمام يا ساره، يارا معايا؟ ايوه يا مس، هتبقى ايه؟ ايوه دي زاوية مستقيمة يا سارة، هتبقى قياسها كام الزاوية المستقيمة؟ يارا ولا سارة يا مس؟ يارا يارا ايوه يا مس، هنقصها من 180، ناقص 30، 100 180 ناقص، ها ناقص 30 اه. بيساوي 550. طب وديت دي مش عاجباكي؟ دي بكام دي؟ ب 90. ثاني ماشي، طيب بعد كده بنعمل ايه يا يارا؟ نجمعهم اه 90، بكام؟ 120. ماشي 120. طيب يبقى 180 ناقص 120 هيدينا كام؟ 180 ناقص 120 70، 60. 60 60. يبقى الزاوية ديت ب 60 درجة. ماشي ماشي، شوف اللي بعده. مين بعد يارا؟ عبد الله. ماشي. هو يعني يلا ايه عبد الله. مستقيمة؟ مش فاهمة. ماشي، هو يعني ايه مستقيمة؟ مش فاهمة. دي اسمها زاوية مستقيمة، يعني شبه الخط المستقيم كده اهو، شبه سطر الكراسة. ماشي، فبتبقى مجموع الزوايا، أي زاوية فوق في الجنب ده مجموع الزوايا دي، يعني لو الزاوية أدي زاوية وأدي زاوية وأدي زاوية وأدي زاوية، الأربع زوايا دول الأربعة مجموعهم ب 180 درجة. ماشي، يلا يا يلا يا عبد الله، حضرتك بس يلا حبيبي، أنا عاوزة الزاوية دي هتبقى بكام؟ دي بس 90 بس دي كلها بكام؟ 140، 140 جبت ازاي؟ طب قولي كده الخطوات. لا ثواني بس، ايوه 180 مية 180 180. ناقص 60 ها 120 ب 120 بس كده، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب 120 يا عبد الله. تمام ماشي. محمد محمود، ايوه دي زاوية قايمة ماشي، بس يعني هي طلعت كده اهو. لو دي ب 45 يبقى دي بكام؟
90. هي الزاوية ازاي القائمة يعني؟ 90. الزاوية القائمة 90 ودي ب 45، يبقى دي بكام؟ هنعمل ايه يا محمد؟ ثانية، 45 على 90. لا، بنقول 90 ناقص. ناقص ايه؟ ناقص الزاوية اللي موجودة. 90 الزاوية اللي ناقص موجودة خمسة. ب 45، يبقى 90 ناقص 45 يبقى هتبقى بكام؟ ب 45. ماشي يا محمد؟ تمام. ماشي. تاني يا محمد. يا ريتني بس لو عدت المسألة اللي قبل دي. طيب ثواني بس، لو دي ب 30 يبقى دي بكام؟ يبقى هنعمل محمد؟ 90، 90 ناقص ثواني. 30. بكام؟ 90 ناقص 30، 60. ماشي، شكرا. مفهومة؟ مفهوم. يلا رنات. معايا يا رنات؟ يلا حبيبتي، أنا عاوزة الزاوية دي. أول حاجة يا رنات، لما أنا أبقى حاطة إكس هنا وإكس هنا، ده معناه إيه؟ مش معرفين إن هما إيه؟ ازاي، مش معرفين ماشي، بس معنى كده أهو إن الزاوية دي زي الزاوية دي، ما دام نفس الرمز، يعني كأني بقول دي زي دي بالظبط. مش هرناند؟ ماشي. طيب هتعملي ايه في المسألة ديت؟ دي زاوية قائمة إذا زاويتها 90 إذا 90 ناقص 20 تمام، هتديني كام؟ 70. 70. طيب الزاويتين دول قلنا زي بعض، يبقى كل واحدة بكام؟ 72 على 2 35. شكرا. الكل فاهم، زميلته قالت ايه؟ ايوه انا مش بصراحة فاهم. مش فاهم المسألة. مش فاهم يا بس المسألة. انا عندي سؤال، هي تنفع ان هنا يبقى 40 واللي جنبها 30 ولا لا؟ لا، ما احنا قلنا دي قد دي، هما الاتنين شبه تمام. بعض. خلاص طيب تعالوا نشوف حل المسألة دي. مش دي زاوية قايمة؟ اهي كل دي قايمة، يعني كل دي ب 90 درجة. طيب في منها 20، اقدر اجيب الجزء ده؟ اقدر اجيبه، يبقى 90 ناقص 20 صح؟ ب 70. طيب لما نقول الشعاع ده بيخلي الزاوية دي قد دي، يبقى دي 35 ودي 35، بس كده. اتفهمت؟ ماشي ايوه انا مريومة. فهمتها. ايوه يا ماشي يلا محمد، بينا. يلا هيا يا مريم. ايوه يا مس. يلا حبيبي. 180 ناقص 40 ناقص 20 ناقص 30. ماشي، هتبقى بكام؟ هتساوي 90. ماشي، ومية وتمانين ناقص 90 بكام؟ تسعين. ماشي تمام قوي كده، الكل جاوب صح؟ في حد ما جاوبش؟ لا لا، بس كلنا قبل. تمام. لا في حد مش فاهم حاجة؟ لا يا، لا. بس في حد هو انا كنت بيذاكر فاهمة. وقفت معاه مسألة؟ لا مستعدين للامتحان؟ يا، بص حضرتك اللي هتراقبي علينا. لا، مش انا اللي هراقب عليكم، بس انا هدخل لكم. بس يعني المفروض ان شاء الله، ان شاء الله يعني مش هيبقى فيه سؤال مختلف، مفيش حاجة كده، مفيش حاجة كده.
بس يا مش الامتحان مستنى مش السؤال الاخير دوت، انا ما فهمتهوش. ايه اللي ما فهمتوش؟ هو الامتحان الاسئله اللي فيها تبقى عباره المسألة عن ايه؟ كلها على بعضها من بدايتها لنهايتها السؤال ده؟ المسألة دي. ايوه والله الصراحة يا مس ما فهمتهوش. دي زاوية ايه يا فندي؟ مستقيمة مستقيمة يعني قياسها بكام؟ 180. 180 ناقص، وبعدين تحط مجموع الزوايا اللي المسألة جايبها لك، ال 40 زائد ال 20 زائد 30. يا هتخلص اللي سلام. جوه القوس، ال 40 زائد 20 زائد 30 هيطلع 90. بعد كده هتقول 180 ناقص 90 ب 90 درجة. تمام؟ تمام. يا مش ممكن سؤال، هو الامتحان الأسئلة اللي فيها تبقى ايه؟